السعوديه وزاره المياه والكهرباء مشروع الملك فهد الخيري رحمه الله بير مياه بلمه فاطمه رقم البير المدور هنا يا ما شاء الله. وهذا مفرق زعبلوت يقول السهم مهم مع الردميه هذه مع الثانيه هذه اللي ها هلا 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 هبل. وما زلنا على الردميات يا رب اللي طالعت من ام الحيش اللي على شبيطه الله الله من الساعه تقريبا كم يقعد ثلاث حولها الساعه تقريبا حول ثلاث احنا عليها لحد الان واصلين ما مشى هذا الله الله شبيطه هذه قدام باقي بيننا بين حول 100 وحول 110 بعد شوي طاقة نسبة بيجينا قابلنا الله 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 كل خير الهايلوكس ما ادري ايش يقول الهايلوكس يقول ابحث المحرك هذه والله الحمد لله يشعل مع لكن هل هبدوا هل هبدوا ايه ما عليه ما ادري ايش يقول المحرك ما ادري ايش فيه لكن هل هبدوا هل هبدوا احنا قدرنا الهبشة الله الله ها قدرنا الهبشة ان شاء الله يبشر يبشر الله يمسيكم بالخير ويرضى يا متابعين الكرام الله الله نمشي لنا كله مع الردميات وقفنا الممسى شو تسوي يا ابن علي؟ هاشي مكان الخيمه ها؟ هاشي مكان الخيمه تزبر لها اي والله احنا علينا العسل عسل عسل ولحظه يا ربي اي والله يه 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 يا ابو علي يا هلا تصبح على خير وينك في خيمتك؟ هلا ودي خيمة ابو علي الممسى احنا هوا احنا شمالية يا رجال الجهر ولا عيال شو كيف خيمة يوه 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 هوا شمالية تاخذ من الاثنين واحد جهر ولا عيال ها؟ مسكر ها؟ ها؟ سكرت يا ابو علي يا الربع الخالف يا الربع اوه
أصبحنا وأصبحنا بسم الله. صباح الخير. صباحيات جميلة. هذه طول عمرك سلام محطة شبيطة أبو قالت شبيطة الله هذا السلام عليكم انتم بالخير. السلام عليكم. السلام. حق ما بجيبوا عيد. شكون العرب ما يردوا السلام؟ بس. الله يصبحكم بالخير ورضا. ويشلوكم جميع عساكم طيبين. جودنا القار الاسود طول الله اعماركم السلامة من ناحية من صوب شبيطة. الله الله. الآن مثل ما تشوفون كله حد دمام 600 والحسن 500 وسلوى 390 الله الله وكذا بيكون طال عمرك سلامة قفلنا على ملف الربع الخالي بالهايلوكس الغمارتين اللي بدون جبل من غربه مشينا من غربه انا وبعيد المراويح محمد بن علي من غربه من نجران من على الساحل الغربي من نجران الى ساحله الشرقي لين وصلنا ملحيه الله الله واتجهنا شمال طلعنا على شبيطه الان احنا مجودين القار الاسود وبيكون بهذه الرحله طول عمرك بسلامه اول هالوكس بدون دبل اول سياره بدون دبل تجوب الربع الخالي من غربه الى شرقه تجربه ممتعه اللي قابلنا فيها من صعوبات ومن وعر وامور هذه